سبحان الله. يقول أنا من عادتي أني لا صليت الفجر أجلس للإشراق في المسجد. طبعا هو دوامه بعد الظهر وكذا، يقول أنا ما عندي شيء، فهداني الله لهذه العادة العبادة وشرح الله صدري لهذه العبادة. يقول ظليت في تقريبا ما يقارب 3 شهور وأنا يوميا إذا صليت الفجر أجلس أذكر الله وكذا وسبح وقرأ القرآن إلى الإشراق، ثم بعد ذلك أصلي ما شاء الله نصلي وأخرج. يقول ذاك اليوم وأنا جالس كعادتي، يقول وإذا بهاجس في أذني، يعني هذا تعبير الرجل، يقول والله كأنه صوت أسمعه في أذني، كأن صوت يكلمني يقول لي قوم قوم خلاص اطلع اطلع روح البيت، قوم قوم يلا بسرعة روح اطلع البيت يلا. قلت تعودتنا الشيطان تعود. وإذا هاجس قوي جدا، أنا أقول له هاجس، قال لا مو هاجس هاتف، وكأنه أسمع صوت يقول لي قوم قوم اطلع. يقول ما وجدت بد إلا أني أطيع أطيع واطلع، ما عندي شيء، أنا ما عندي شغل. يقول واطلع واركب سيارتي وامشي المسجد بعيد شوي، يقول وانا ماشي في المخطط شوي ما بعد في المسجد الا واحد يمشي على جنب الشارع مفرع راسه يقول كاشف راسه ويمشي مشيه سريعه كذا. يقول ما في شيء ملفت، يعني الان قبل كم سنه كنت ابو عبد المحسن ولا هنا رجال، اذا شفت واحد من زملائك ماشي كذا ادق له بودي اوصلك سلامات. الان ثقافه المشي اصبحت يعني متداوله بين الناس صحيح. فالرجل يقول ما كان في اي شيء ملفت، يمشي خطوة سريعة كاشف راسه في الصباح. يقول تعديته وإذا بالهاتف اللي في المسجد يقول لي وقف وقف ارجع ارجع وقف ارجع ارجع يا الرجال يمكن يبغاك خدمة ارجع. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول والله وقف وارجع سلام عليكم خدمة شيء؟ قال لي والله تكفى وصلني الله يعافيك. الرجل من شدة ما هو مستعجل ما هو قاعد يتلفت، يعني يركض يبغى المشوار. طلع هذا الرجل اللي كان يمشي في الشارع مريض بالسرطان، أسأل الله أن يعافيه ويعافينا ويعافي مرضى المسلمين. آمين. ومعه جرعة إبرة، جرعة كيماوي، يقول أخذتها من الفريزر عندي من البيت وجيت شغل السيارة، سيارتي عطلانة ولو طولت تخرب، وأنا ضروري أدقها والإبرة غالية حوالي 3000 وشوي، فأنا طالع أدور أي واحد يوصلني وإذا بك سبحان الله جين. يقول والله يا أخواني تعجبت، قلت ما ادري هذا وش بينه وبين الله، ايش 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 بينك وبين الله يا رجل؟ يقول اخذته للمسجد للمستشفى وضرب الابره وانتظرت الى ان رجعت للبيت وهو يدعو ويشكر. فانا اتامل سبحان الله واقول يعني سبحان المدبر، مدبر الامر، ما تدري الفرج من وين يجيك. الله سبحانه وتعالى عليم بصير محيط، يعلم ما تخفي الصدور، يعلم ما كان وما يكون وما لو كان كيف يكون. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن اليقين. قضية التسخير عجيبة سبحان الله. أسلم محمد. أقدر أقول قصة.